الصورة دايما بتكون مميزة، والصورة مش بألف عنوان، الصورة بمليون عنوان، زي ما الصحف النهاردة كتبت على الجمعية العمومية، ويمكن جريدة الأهرام كتبت وقالت اليوم جمعية عمومية غير عادية للأهلي للتصويت على لائحة النظام الأساسي الخطيب، ننتظر حضورا تاريخيا لرسم مستقبل النادي، حضور كبير جدا وحضور رائع جدا وحضور بمشهد مميز من خلال نظام وتواجد وتوافد ورغبة واضحة جدا على أعضاء النادي الأهلي لاستكمال مشوار مهم جدا وتوثيق قانون النادي الأهلي. الأخبار جمعية إنقاذ مستقبل الأهلي، الخطيب نسق في وعي الجمعية العمومية للحضور بكثافة وإقرار لائحة النادي، لائحة النادي وإقرارها دي اللائحة اللي وضعها عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي واللي ناقشها وغير وعدل بنودها. الأخبار المسائي اليوم المنتظر في القلعة الحمراء، فعلا يوم منتظر في القلعة الحمراء، لائحة النظام الأساسي تنتظر تصويت الأعضاء في الجزيرة. عناوين الصحف مميزة ومتابعة للموقف بشكل كبير، وروزا اليوسف دستور الأهلي يضع الجمعية العمومية في اختبار صعب، الجمعية العمومية في أسهل اختباراتها، لأن دايما الأهلي عندما ينادي أعضاء جمعيته يلبي النداء، وأعتقد النداء كان من الإشراقة الأولى والطوابير أمام الخيمة الانتخابية. أيضا من الأهرام، الجمعية العمومية لن تغزل عائلة الأهلي، وده طبعا حوار للأستاذ طارق أنديل بيبعت برسائل للجمعية العمومية، فهي الدرع، هي الدروع الواقية لتاريخه، دايما الدرع الواقي لتاريخه، وحفاظا على حقوق الأرامل والشباب والأطفال ودستور الأهلي. ومن اليوم السابع برضو تصريحات للأستاذ طارق أنديل، اللائحة أولى خطوات بناء استاد الأهلي وفريق الكرة في مرحلة إحلال وتجديد، الأهلي لا يقل عن ريال مدريد وبرشلونة، وأكيد تواجد الأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. من الجمهورية عنوان كلمتين، يومك يا أهلي، يومك يا أهلي هو نفس عنوان الجمهورية وأيضا عنوان المصري اليوم، يومك يا أهلي، مجلس الإدارة بيراهن على الحضور واكتمال الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة، والأستاذ خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة قال لك دايما بكسب رهاني بالرهان على أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. من جريدة المساء، اليوم التصويت على لائحة النظام الأساسي، الخطيب العمومية منحتنا الثقة ولابد أن نكون عند حسن الظن في الواقع، الجميع عند حسن الظن. من جريدة الوفد، الخطيب يطالب الجماهير بعدم الخروج عن النص، اليوم الأهلي ينتظر كلمة العمومية لإقرار اللائحة، الصورة واضحة بشكل جدا. ومن جريدة الوطن، الأهلي ينتظر أعضائه اليوم اعتماد الدستور الجديد.